بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حضرات الإخوة والأخوات المشاهدين، أهلا بكم ولقاء متجدد بحول الله تعالى من صوت تركستان، من قناة تركستان الشرقية. ضيفنا في الحلقة السابقة كان فضيلة الشيخ محمود محمد دام الله، وهو من علماء العلوم الشرعية ومن خريجي الأزهر، وأقام في مصر قرابة 15 سنة. نعود لهذه النقطة. فهمنا في الحلقة السابقة أنه تم إلقاء القبض على الآلاف، وما الذي حدث بعد القبض عليكم؟ يعني السلطات المصرية بدأت القبض على الطلاب عشوائي يوم 4/7، وقبض يعني على مئات من الطلاب في هذه الحملة الشرسة. طبعا الطلاب كانوا كأنهم في ساحة حرب في حي السابعة، كانوا يهربون من بيوتهم إلى الحدائق أو إلى أماكن بعيدة. من عثر عليه في الشارع يقبض، ومن هو في بيته كان يقبض عشوائي هكذا. وبعد ذلك طبعا هم بقي في السجن لما بعد العيد الكبير، يعني حوالي أكثر من 3 أشهر. وفي السجن هم قسموا الطلاب إلى 3 مجموعات على أساس اللون. نحن نظن لون الثياب يعني، لا لا لا، يعني هم قسموهم هكذا. هم في الغالب لم يكونوا في السجن، وإنما كان في مبنى تابع للمخابرات. يعني اللون الأحمر والأصفر والأزرق. وأخبر الطلاب أن اللون الأحمر أو المجموعة اللون الأحمر يبقى فترة معنا، يبقى فترة معنا، هم سيخرج في النهاية ولكن يبقى معنا فترة من الزمن. أما الأصفر والأزرق سيخرج. هم بعد ذلك يعني أواخر شهر سبتمبر بدأوا يطلقون سراح الطلاب المسجونين أو المعتقلين، ولكن الذين لهم علامات أحمر يعني عددهم ما يقارب 20 طالب، وهؤلاء أخذوا من ضمن المجموعة بالليل، يعني بسيارات طبعا يعني قد تكون تابعة يعني لأي جهة سيادية في مصر كما يقولون. والشباب الباقي في السجن لا يعرفون عن مصيرهم شيئا، وأخذا وهم مربوطون من الخلف، وعليهم الغطاء، ركبوا عليهم غطاء على الرأس وأخذوهم بالسيارات. وهؤلاء الشباب، وبعد ذلك كان عدد قليل المقبوض عليهم في المطارات أيضا يعني غائب، حوالي على الأقل 22 طالب. 22 طالب، أين ذهب هؤلاء؟ لا نعرف عن هؤلاء شيئا إلى الآن، ونحن على يقين أنهم سلموا إلى السلطات الصينية ورحلوا من مصر قسرا. يا الله، يعني طالب علم شرعي دخل مصر دخولا شرعيا بعهد أمان وأقام بين أهلها، يلقى القبض عليه بدون تهمة ويسلم إلى حكومة شيوعية تحارب الإسلام في تركستان. هذا ابتزاز، لأنهم يعني لم يتم هذا في عهد لا مبارك ولا في عهد الرئيس مرسي، لكن في عهد الانقلاب العالم كله يعني يعامل سلطة الانقلاب باحتقار. نعود إلى قضيتنا. الشيخ عبد القادر دام الله، نعم، ما معنى كلمة دام الله أولا؟ دام الله بمعنى العلامة، العالم الكبير أو العلامة. العلامة هذا لقب يطلق في آسيا الوسطى على العلماء الكبار، نعم، على العلماء الذين تخرجوا من مدارس هناك، يطلق عليهم هذا اللقب اسم دام الله، معناه العالم الكبير أو العلامة. ما هي شروط الحصول على هذا اللقب؟ طبعا عليه في ذلك في القديم الزمان كان هناك مثلا في البخارة وفي كاشغر مدارس علوم شرعية مدة الدراسة فيها لا يقل عن 10 سنوات. عشر سنوات، ومن يجتاز هذه العشر يعني جيدا ويحصل على العلوم. طبعا العلوم
تدرس عندنا كل العلوم تدرس يعني العلماء كعلماء التراث في السابق يعني في النحو وفي مثلا بلاغة تفسير حديث وغيرها من العلوم المتعلقة بالشرع كلها تدرس وليس كالجامعات مثلا في الجامعات تخصص نعم. يعني في العهود الحديثة تخصص تفسير أو حديث أو هكذا أما هذه المدارس فكانت كل العلماء تدرس في هذه المدارس والذي يتخرج يعني فعلا هو عالم يعني مثلا في أي مسألة سواء تعلق بالنحو أو البلاغة أو غيرها مثلا ويستطيع يجيب ما شاء الله على عكس المتخصصين يعني. طيب من الماضي إلى الحاضر حدثنا عن أبرز العلماء المعاصرين من أهل تركستان الشرقية. طبعا من أبرز العلماء المعاصرين في القرن العشرين الشيخ عبد القادر دام الله رحمه الله الكاشغيري. وهذا الرجل يعني يمكن أن نقول له أو عليه أنه مجدد الإسلام في القرن العشرين في تركستان وما حولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والعلماء قالوا ليس من الشرط أن هذا المجدد يكون شخص واحد، لأن من في اللغة العربية تستعمل على الفرد وعلى الجماعة. نعم ولذلك حتى في شرح الحديث يقولون مثلا في كل مدينة في كل منطقة فيها الإسلام والمسلمون أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد أمر دينها. ولذلك هذا الرجل يعني عاش في ولد أواخر القرن 18 الميلادي وعاش يعني حوالي 62 سنة وتوفي الرجل سنة 24 يعني مع سقوط الخلافة، طبعا استشهد وقتل على يد الخونة. وهذا الرجل يعني هو الذي أدخل الإصلاح في إلى منطقة تركستان من الناحية العلوم الشرعية والصحافة حتى، لأنه يعني بسبب الظلم في ذلك الوقت 1907 خرج إلى بخارى وبقي هناك فترة من الزمن، وبعد ذلك 1911 عاد إلى بلده وخرج مرة ثانية وزار اسطنبول والعراق وسوريا وحج يعني في مكة المكرمة وزار مصر في ذلك الوقت، والتقى بالشيخ رشيد رضا رحمه الله وشارك معه في تحرير مجلة المنار. نعم في ذلك الوقت، وتعلم في مصر أيضا علوم الرياضيات والصحافة. والشيخ العالم التتري الذي عاش في ذلك الوقت في مصر الشيخ ذاكر رحمه الله يقول في ثناء على هذا العالم الكبير، يقول عبد القادر دام الله هذا عالم لم أرى مثله في حياتي، وهو عاش في مصر يعني ما شاء الله. وهذا الرجل العالم الكبير في مصر الشيخ ذاكر عاش في مصر ويعرف العلماء في مصر، يعني له مؤلفات العقائد الضرورية وغيرها من الكتب ألفها إما باللغة العربية، بعض كتبه باللغة العربية ما زال مخطوط يوجد في بعض المكتبات، أو باللغة الأويغورية أو التركستانية. نعم. بمناسبة هذه الجولة التي أخذها العالم الجليل الشيخ عبد القادر دام الله عليه الرحمة، كم دولة عربية قمت بزيارتها أنت؟ أنا زرت السعودية ومصر وبحرين، يعني زيارة عابرة هكذا. ترانزيت يعني. نعم ترانزيت، بقيت نعم. فيها يوم واحد تقريبا يعني، ولم أزر غيرها. بذكر الدول العربية، ما هي الدول الأفريقية التي تستضيف علماء أو طلاب علم شرعي؟ يعني في أفريقيا دول عربية كثيرة، المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان والصومال وليبيا. نعم يعني في السابق يعني في
بداية 2000 كان هناك مجموعة صغيرة من الطلاب درس في ليبيا، نعم، في الجامعة الإسلامية هناك. طبعا عدد كان قليل جدا، وبعد ذلك يعني بما أن مصر والأزهر هو الأشهر والأعرق في الدول العربية، أغلب الطلاب كانوا يأتون إلى مصر من يريد تعلم العلوم الشرعية. وأما السودان كان فيها مجموعة ولو قليلة من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون، والآن بعد أحداث مصر سافر عدد قليل، يعني قد يصل إلى عددهم إلى 20 طالب مثلا، سافر إلى السودان ويدرسون الآن في الجامعات السودانية. طبعا وبهذه المناسبة، يعني مناسبة الحديث عن السودان، أنا أعزي الشعب السوداني بوفاة فخامة الرئيس الأسبق عبد الرحمن السوار الذهبي رحمه الله. أنا قرأت عن هذا الرجل، كان بعد تركه الرئاسة كان يمشي في الشارع، يعني هو الوحيد من الرؤساء العرب حسب ما سمعت أو قرأت، يعني الذي كان يمشي وحده في الشارع دون حراسة. يعني نعم، ربما هو حالة فريدة في هذا العصر، حاكم عربي. وأعتقد ولدفال في موريتانيا أيضا، محمد ولدفال والفريق عبد الرحمن سوار الذهب أو المشير عبد الرحمن سوار الذهب الذي لحق بربه، كلاهما ترك السلطة مختارا. يعني أسماء طيبة، ومجموعة أيضا قليلة من الطلاب الآن يدرسون في موريتانيا. يعني طبعا موريتانيا فيها مدارس يعني على النظام القديم، يعني يدرسون في هذه المدارس ولكن عدد قليل. أما في المغرب والجزائر قد يكون هناك تجار من التركستانيين، ولكن كطلاب علم ليس عندي علم يعني هل ليس هناك أحد. نعم، موريتانيا يعني هي الأخرى، هل يبقى فيها العلم الشرعي أم يحارب أم يحاصر؟ نرجو الله تبارك وتعالى لبلاد العرب أن تعتصم بحبل الله تبارك وتعالى. غير الشيخ عبد القادر دام الله، من من المعاصرين من أهل تركستان حمل العلم ونشر الدين وبرز في الدعوة؟ طبعا هناك من تأثر وتتلمذ على يد الشيخ عبد القادر رحمه الله، منهم ثابت دام الله، هذا الرجل العالم الكبير العلامة، أيضا درس في كاشغر وتأثر بالشيخ عبد القادر دام الله رحمه الله، وبعد ذلك خرج إلى الدول العربية والإسلامية وزار الدول ومنها مصر طبعا، والتقى هناك علماء، وعاد حسب ما أذكره سنة 1929 أو 28 إلى البلد، إلى تركستان. والشيخ محمد أمين بغرا رحمه الله هو أيضا عالم كبير، قام بقيادة الجهاد ضد الظلم الصيني في ذلك الوقت في مدينة خوتن، والشيخ ثابت دام الله في مدينة كاشغر. هم طهروا ما بين المنطقتين يعني من الجنود الصينية، ووحدوا صفهم، وبعد ذلك سنة 33 هم الذين أعلنوا جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية في العام 1933. نعم 1933. هم كلاهما من العلماء، شيخ ثابت دام الله وشيخ محمد أمين بغرا رحمهم الله. وبعد ذلك طبعا شيخ له شروح لشرحية، له شرح لألفية ابن مالك، الشيخ ثابت دام الله هذا. الشيخ ثابت دام الله. بخصوص العلماء العرب والمسلمين، هل هناك قوافل دعوية أو من يزور تركستان في ظل وهي تحت الاحتلال الصيني، هل مسموح للدعاء بزيارة تركستان؟ مع الأسف الشديد هذا ما يندى له الجبين يعني كما يقال. أما إذا تحدثنا عن رؤساء العرب، كلهم طبعا يذهب إلى الصين ويزور المدن الصينية الكبيرة، وليس هناك أحد ذهب إلى الصين. هذا رئيس ذهب إلى تركستان، ذهب إلى تركستان الشرقية، هذا رئيس أو ملك أو كذا،
ولكن العلماء حتى وإن لم يتمكن من اللقاء بالمسلمين بحرية، ألا يستحق هؤلاء المسلمين ليزور العلماء؟ إلا القليل النادر منهم أستاذ فهمي هويدي طبعا، ويذكر 84 أو شيء من هذا القبيل، ذهب إلى منطقة تركستان وزار بعض البلاد. 84 84 يا ويذكر الله. هذا في كتابه. هل هناك يعني أبرز العلماء الموقوفون في السجون الصينية حاليا؟ طبعا في السنوات الأخيرة يعني قبض على العلماء جميعا جميعا جميعا، كل من درس العلوم الشرعية وعنده علم، حتى مجرد حافظ للقرآن الكريم مقبوض عليه في هذه الأيام. لأن الحكومة الصينية عندما تنظر إلى تاريخ القديم، عبد القادر دام الله، ثابت دام الله، وزريب قراجم، هذا مفسر يعني كبير له تفسير للقرآن الكريم باللغة التركستانية، عندما نقرأ هذا التفسير ونقرأ التفاسير بالعربية نعرف أنه علامة في هذا المجال. الحمد لله هذا التفسير طبع حديثا في إسطنبول، حوالي 7 مجلدات. هذا أيضا كان مع ثابت دام الله، وهؤلاء الذين أسسوا دولة تركستان الشرقية الإسلامية، جمهورية تركستان حاليا. بعد ذلك علي خانتوران مثلا 44، هو أيضا قائد المجاهدين. ولذلك الحكومة الصينية الشيوعية تعرف أن وجود العلماء الربانيين بين الشعب ويعلمهم ويربيهم، هذا الوجود هو الذي يهدد السلطة الصينية، سلطة الاحتلال الصيني. ولذلك هم يركزون هجومهم وحربهم على الإسلام وعلى علماء الدين الربانيين، إما يقتلونهم أو يسجنونهم. طبعا في استناد القرن الماضي يعني قتل آلاف من العلماء في الستينات، وفي الحديث وفي 2017-2015 أيضا قتل علماء كبار، منهم الشيخ محمد صالح دام الله الذي ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الأويغورية، ومنهم عبد الأحد مخضوم وغيرهم من العلماء الكبار تم قتلهم الذين محمد صالح دام الله وعبد الأحد مخدوم، نعم، وغيرهم يعني عندما نقرأ وغيرهم الكثير. طبعا هناك من بقي على حيد القياة، على قيد الحياة، ومحكوم عليه بالسجن 20 سنة 15 سنة. يعني نعرف بعض الأساتذة حتى كان زارنا في مصر 2014 من العلماء الكبار، وكلهم قبض عليهم وحكم عليهم بالسنوات الطوال. يعني في تركستان المحتلة من الصين يقبض على العلماء، وفي مصر المحتلة من العسكر الأمريكي أو العسكر الصهيوني أو العسكر المختل يقبض على أبناء تركستان الذين كل جريمتهم أنهم قصدوا مصر يبحثون عن علم يربطهم بالله وبالشرع وبالدين وبالأمة. اللهم إن هذا بلاغا نرسله من هنا، ونعلم أن هناك أذن وآذان تستمع وعيون تتابع وقلوب تتلقى هذا البلاغ وتتقبله بالقبول الحسن، وتتحرك بحول الله لنصرة الحق المضطهد في تركستان الشرقية. التقي بحضراتكم إن شاء الله في نفس موعدنا هذا، دمتم في رعاية الله.